سؤال واحد لواحد في القدرات الذهنية سندس ويوسف، يوسف وسندس. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 11 زائد 23 في 24 على 12 يساوي كام؟ إجابتك 57. إجابة صحيحة، برافو عليك يا سندس. 57 هي الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة تعادل. عجباني جدا المباراة، 10 نقط هنا و10 نقط هنا، محدش أحسن من حد. صباح الخير.